أحد المؤمنين يقول: الصلاة لجار الجامع أفضل في الجامع أم في البيت؟ يكره لجار المسجد الصلاة في غير المسجد، في بيته، بيت جيرانه، أكو محل، أكو قاعة إلى آخره. ما طول أنت جار للمسجد تكره لك الصلاة في غير المسجد، في غير المسجد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجدين. هذا الحديث ما يحمل مو على الحرمة، يحمل على الكراهة، أنه الصلاة مكروهة ويستحب، يستحب ترك مواكلة الذي لا يصلي في المسجد. يستحب أنه ما تأكل وياه ولا تشرب وياه، وأيضا تستحب ترك مناكحته، يعني ما تزوجه، هذا يستحب. هاي ما نتكلم عن الوجوب، كل هذه الأمور مستحبة. ويستحب أيضا ترك مشاورته، تشاور به في أمر، وكذلك أيضا مجاورته، يستحب ترك مجاورته.